اخويا يمكن لك تعرفنا على راسك بنفسك. السيد عبد العزيز الحمريتي. عبد العزيز الحمريتي. نعم. مدينة الطرفيلة، اخذوا الحالية في الرباط، سجل وشعر غنائي، هو عضو جمعية التمثيلات للشعر الوطني ارفل. رئيس الجمعية الاستاذ المحترم الاستاذ عبد الرحمن بن خيط الشاعر الدولي والملقب بشاعر الملك. نعم. يمكن لك تقول لنا شي قصيدة زجل؟ نعم استاذ، هذه قصيدة زجلية من الأعمال ديالي، وهي قصيدة وطنية من كلماتي وألحان الأستاذ عبد الفتاح بن دادة رئيس الجوق 55 ديال سجن الله يرحمه. تعيش يا غالية بلادي حرة يا غالية، هي أرض النخلة والدالية. تعيش يا بلادي يا غالية وتدومي حرة وهانية، نفديك بالروح نفديك وما نخلي حد يأذيك. انتي امي وبويا، انتي امي وبويا وحالك ما تخلى عليك. يا عز الاوطان يا بلادي، يا ورده جميله بين الافغان، عليك يغني الطير الشادي ويردد بادب الالحان. شوف الساقيه، شوف الساقيه الحمراء والوادي، اللي الحمد الخير في كل مكان، والشعب اسمك، والشعب اسمك ينادي، يا سيدنا يا ساكت الوجدان. نعم، شكرا. وأتمنى لك تألقا أكثر فأكثر وعطاء كثيرا. شكرا.